وحول هذا الخبر ينضم معنا مراسلنا من الأنبار أحمد فلاح. أحمد، هل بالفعل أنه تم دخول أكثر من 1500 جندي وضابط من الجيش السوري عبر منفذ البوكمال؟ نعم زميلة وجدان، تحية لك ولكل السيدات والسادة المشاهدين. يعني تواصلنا اليوم مع مصادر أمنية في منفذ القائم الحدودي على الحدود العراقية السورية، وكذلك مع مصادر مدنية كمخلصين جمركيين أو ما شابه ذلك. بداية المصادر يعني المدنية يعني تشير إلى عدم وجود دخول للجنود السوريين إلى الأراضي العراقية تحديدا، والوضع هنالك مستتب ولا وجود لأي يعني جنود سوريون أو ضباط سوريون في المنفذ. أما بالنسبة للمصادر الأمنية المتواجدة في منفذ القائم الحدودي، فقد أشاروا إلى 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 قدوم قوة من الجيش السوري باتجاه منفذ القائم الحدودي، ويعني سلموا أنفسهم إلى الجيش العراقي وتحديدا إلى الفرقة السابعة، سلموا أسلحتهم وسلموا آلياتهم، لم يدخلوا إلى داخل العراقي، فقط على مشارف المنفذ، على مشارف منفذ القائم الحدودي. هكذا أكدت المصادر الأمنية المتواجدة هنالك على الحدود. هؤلاء الجنود والضباط السوريون المتواجدون الآن الذين سلموا أنفسهم للجيش العراقي وتحديدا للفرقة السابعة، سلموا أسلحتهم وآلياتهم، الآن هم بانتظار طائرات تأتي من العاصمة السورية دمشق إلى المنفذ، بانتظار 4 طائرات لإخلائهم وانسحابهم من مشارف المنفذ إلى دمشق. كدخول جنود سوريون أو ضباط إلى الداخل العراقي بحسب المصادر الأمنية لا وجود لذلك، ولكن هم يعني حاولوا الدخول بالتنسيق مع الجيش العراقي، ولكن الفرقة السابعة انتظرت موافقة السيد وزير الدفاع ولكن لم تحصل الموافقة بدخولهم، ولكن هم سلموا أنفسهم وسلموا أسلحتهم وآلياتهم ومعداتهم، وهم الآن بانتظار طائرات تأتي من دمشق لإخلائهم وإجلائهم من مشارف الحدود العراقية السورية. طيب أحمد، تضارب الأنباء حين تسليم الأسلحة والعتاد إلى القوات الأمنية العراقية، لكن بعضهم قال أن هناك بالفعل جرحى وتم استقبالهم في مستشفى القائم. نعم، تواصلنا مع الداخل في القائم، وأيضا أكدوا لنا مصادر طبية بأنه لا وجود لدخول يعني جنود عسكريين سوريين إلى مستشفى القائم. بالفعل هنالك إصابات بين صفوف الجيش السوري الذين قدموا إلى الحدود العراقية، وهؤلاء المصابون تتم معالجتهم من الطبابة السورية نفسها، طبابة الجيش السوري نفسهم أيضا الذين انسحبوا من الأراضي السورية وجاءوا إلى الحدود، أيضا هم لديهم طبابة عسكرية وهم يعالجون أنفسهم بأنفسهم. ولكن كما ذكرت لك زميلتي، كما أكدت لنا المصادر الأمنية المتواجدة هنالك من القوات المشتركة، بأنه لا وجود لدخول جنود عسكريين سوريين إلى الداخل العراقي. هم فقط على مشارف الحدود وينتظرون الطائرات لإجلائهم من تلك المنطقة إلى دمشق.